يعني سمعت كلام أستاذ ياسين، يعني يقول اليوم أكو بعض الكتب تحاول تخرب العلاقات ما بين الطرفين، فأريد يعني تعليقك وردك على هذا الكلام. سيدتي الكريمة، يعني عندما نعود إلى الدستور وتحقيق مصالح القواعد الشعبية لهذه الكتل وهذه الأحزاب التي بشكل أو بآخر فقدت قواعدها الشعبية بسبب ضعف الأداء الحكومي والحزبي. الآن عندما تعود هذه الكتل وتطالب بحقوق الوسط والجنوب، يعتبر هذا خارج عن الدستور وعملية تخريب للعلاقة بين الإقليم وبين المركز. هذا كلام حقيقة غير منطقي وغير صحيح على الجميع، وأنا أؤكد على الأخ يعني الضيف أن يعودوا إلى الدستور. عندما نعود إلى الدستور جميعا هو مخرج وطريق وخارطة الطريق لحل كل الأزمات. هل يعني يقبل الإقليم بالمادة 11 رقم 1؟ هل من المعقول أن تعطي حكومة المركز من عام 2004 إلى عام 2020 مستحقات مالية لا أحد يعلم بها ما هي، لا نعلم المبلغ كم سيكون، وهذا غير منطقي يعني غير ممكن. وبالتالي كتلة الفتح وكتلة دولة القانون استشعرت الخطر ب يعني عدم وتهميش مناطق الوسط والجنوب التي تعاني الأمرين، تعاني من يعني البطالة، تعاني من عدم وجود مشاريع، تعاني الكثير. وبالتالي عملية يعني العودة إلى المسار الصحيح والعودة إلى القانون والدستور هو الذي يحدد نسب يعني واستحقاقات كل محافظة يعني استنادا إلى النسب السكانية. هذا اللي هو اللي يعني واقع حاليا. أما عملية يعني مثل ما تفضل الضيف تخريب عملية، بالعكس السيد هادي العامري يقول نحن لدينا الزواج كاثوليكي مع الأخوة الأكراد، وبالتالي هناك عملية نوع من المرونة، ولكن أنا باعتقادي هناك تعنت من قبل قادة الإقليم بهذا الاتجاه والسير يعني باتجاه أخذ كل شيء من غير أن يعطي أي شيء.